بيتزا باستا على العود الخشب، بدنا أسياح خشب متوسطة الحجم، بدنا باستا مسلوقة، بدنا صلصة بيتزا، بدنا زيت زيتون أسود، ذرة معلبة، بدنا هوت دوغ مقطع، بدنا موزاريلا مبروش، وبدنا بابريكا خشنة، وبدنا ملح وفلفل. صح. يلا يلا حبيبتي رح نصبح معاك عليهم. طيب. حتى بس اعملي لهم شير عشان ما حدش يضيع ويدور علينا. اوكي بنصبح على محمد الخوالدي، بنحكي له صباح الخير، احمد علمات، غازي الخشان، سامي تايه، جواهر بني صخر بتحكي لنا صباح الخير، ام هشام العوامل بتصبح علينا، ام ليث من اربد بتصبح علينا، وشريفه الصباخي، ام محمد البشتاوي، ام ضياء الاشهب، وايضا ام رامي كنعان بتحكي لنا صباح الخير وبتصبح علينا، دنيا غرور بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، ام حمزه بركه، ام معاذ بتحكي لنا صباح الخير، ام نضال المومني، واماني العساف بتحكي لنا صباح الخير، برنسس سماح بتحكي لنا صباح الخير اماني، وايضا بنصبح على كل الموجودين معنا، مشعل الدماني بنحكي له صباح الخير، ام زهدي درويش بتصبح علينا، ربا الزريقي يا صباح الورد، ومن الاغوار الجنوبيه هنادي بتحكي لنا صباح الخير، ام عبد الله وايمن طحان ريدي شيف، يلا حبيبي، وام رامي كنعان، وام يزن مكاحله. طبعا كل الخير ورا كاتي جاهز على على طاوله المطبخ والامور ريدي وتمام. وكمان بما انه انا بقول لابني وللمدرسه، اذا احنا ماشيين بالسيفتي بالسيف سايد، انه انا ابني ما في شيء لا يحمض ولا يخرب معه، تمام. راح نبدا بدنا باستا مسلوقه، هاي الباستا اللي هي بينا باستا اللي هي بتكون بالورد، ما بعرف انتم ايش بتسموها، زي ما انت متعارف عليها عندك بالبيت، بس هي البينا باستا سلقتها تقريبا 80%، يعني تطلعي لسه الدنت ماسكه حالها، لاني راح انا اشربها بصلصه البيتزا وراح تفوت على الفرن، راح تكمل الاستواء، بنفس الوقت ما راح تتمزع وتوقع عن السيخ الخشبي، بتلمع لانه عليها زيت ومي، انا سلقتها بمي وزيت وملح، وبعدين بس تخلص تحت الحنفيه بصفيها، بنزل عليها شويه زيت نباتي، راح اجيب العود الخشبي، انا بفضل هذا عشان ابني ما ينسى حاله ويفوت السيخ على الاخر في تمه ويجرح سقف حلقه، صارت. سلام. يعني انا بحكي لكم إشي صار، تمام؟ فاستخدمي اللي هو تقريبا يعني هذا الحجم المتوسط والرفيع عشان ابني يقدر يقدر لوين رح يوصل عند تمه او ما يتغلب لانهم اطفال، تمام؟ رح نجيبها، فينا احنا نخليها بهالشكل، بس انا بدي اخليها زي قاعده، اذا انا بدي اميلها، ما بدي اخليها هيك، رح اخليها هيك، بعدين رح اجيبها بالوسط، حتى انت كأم حتستمتعي، المرشده مثلا عندك هلا انت مثلا معلبه ومطلوب منك، كثير معلمات بيراسلوني، مطلوب منا افكار ساعدينا، يعني هاي افكار مسعفه وبصراحه كثير كثير بتنمي مهارات عند الطفل، طب اروح بالحبه يمين ولا شمال؟ طب اخليها هيك ولا ناقص كمان؟ بصير يسال حاله، فهذا الإشي بينمي عنده مهارات كثيره. يلا رح نكملها. انشراح الحباشه بتصبح علينا بتحكي لنا صباح الخير، وايضا بتصبح علينا اعتدال خالد، نعيم حمدان، يا صباح الورد، في معنا اتصال من ام علي، الو صباح الخير. صباح الفل والياسمين ورضا من رب العالمين يا رب. حبيبه قلبي هلا بيكي يا رب، شو اخبارك؟ الحمد لله مشتاقين، انتم طمنونا عنكم ما شاء الله عليكم. حبيبه قلبي هي علا معك، تفضلي. اهلا وسهلا و100 مرحبا. هلا بيها، حي الله حبيبتي، كيف حي الله بالحلوين، اهلا بالنشيطة. والله ذكرتيني بالفطور الجماعي ايام ما كنا بالابتدائيه. انه في موقف صار معنا انا واختي، امي خللت خيار بالليل، الصبح احنا عندنا فطور جماعي، فاخذنا المرتبان كله معنا انا واختي. اخذتوا المرتبان؟ بالليل خللته، احنا الصبح اخذنا حملناه كبير المرتبان، حملته انا وياها. وطعمتوه للطلاب؟ ما احنا فطور جماعي، طعمنا واكلنا المغربيات. صح. امي تسال هي الفطور الجماعي وين المرتبان ابنائنا؟ مزبوط. والله الصبح امي تحكي لنا بالليل وين المرتبان، قلنا لها احنا ما ندري عنه وينه اصلا. حبيبتي شوفي ايام حلوه والله. والله يا ريت ترجع هذيك الايام. الحمد لله ان شاء الله بتعيش وبتربي اولادك يعني وبتعلميهم دائما هيك، تذكرينا باشياء عن جد يعني والله، لاني انا بترجم لك اللي ببالي صراحه، انا بحب ايام زمان وبحب ايام البركه كثير،
وبعلم اولادي عليها، فبترجم لك اللي انا بشعر فيه. والله حبيبتي ان شاء الله الخير عنا وعندكم دائما. فواز الشمالي بيصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير، وعروبه محاسني هي الشطي، ومحمد عزيز الداود وام رامي كنعان كمان مره بتصبح لنا. شو عملنا هلا؟ شوفي كاتي، يعني فكره صراحه طلع وحلوه، وسلامتك ان شاء الله. الله يسلمك. سلامتها بنت فراش مريضه. يلا هلا رح نجيب صلصه بيتزا المعلبه، او بتجيبي كاتشب معجون طماطم، او بتخلط الاثنين مع بعض وتحطي عليهم زعتر ناشف وثوم وبصل باودر، وبتجيبي هالفرشاي. وشوفي انا بمشي على كل حبه الباستا كرمال تكمل استوى في داخل الفرن. تمام تمام. معنا اتصال. امنه، الو صباح الخير. صباح الورد والياسمين، احسن كافي عشاتك. حبيبه قلبي يسعد عمرك حبيبتي. الله يسعدك، الله يسعدك، والله العظيم منوره، والله منوره. يسعد قلبك. شكرا شكرا شكرا، هذا من لطفك حبيبتي. النور نورك، يسعد قلبك. الله يسعدك حبيبتي. الله يسعدك، الله يسعدك. هاي الشيف علا من امبارح وانا اقول يا ربي تيجي كاسي عشرة. اجيت اليوم، داوموني الاربعاء. لعيونك حبيبتي. الله يسعدك، الله يسعدك حبيبتي. عمرك والله منوره انت وعلا، والله منوره. هيها علا عم تعمل الباستا. كيف حالك يا علا؟ اهلا وسهلا، بعد ما سمعنا هالصوت الحلو خلص احنا بالف خير. الله يسعدك، والله منورات، والله منورات يا عمري. نفسك يا طيبه حبيبتي، الله يسعد عمرك يا رب. الله يسعدك، الله يسعدك يا ربي، خليك يا ربي. قولي لي راضيه عن وصفاتنا؟ امورك تمام؟ والله عندك تعليق؟ الله يسلم ايديك يا رب، ويسلم عمرك ويخليك لبيتك يا ربي. اهلا وسهلا. الله يسلم ايديك، يسلموا ايديك يا علا، يسلموا. اهلا وسهلا ست الكل. يلا شايفين انا عم بحط كميه، اول شيء انا غطيتها، بعدين هلا بدي ابلش احط البيس او القاعده اللي رح تحمل معي الحشوات، عشان انا اضمن انه الباستا عندي ما تكون نيه وتوجع بطن ابني او معدته بالاحرى. بس كمان اذا سويتها كاتي رح توقع، رح تتوزع. بس بدي اسالك صايه يعني رح تهلط زي ما بيحكوا؟ ايوه تهلط. بحب مصطلحاتك انا عموما يعني. يلا رح نجيب ذره. هلا كاتي هم حرين، انت شو بتحبي للبيتزا؟ شو عندك بالبيت؟ لا تتكلفي، يعني عندك حبه زيتون، الزيتون المعلب العلبه ب 90 قرش، ب 90 قرش من الدلي بالوزن، بتشتري علبه من الصغيره مليانه، فاشتري من الدلي واحكي له شو صفي المي لانه رح اعبي لي السياره، المي بتوزن على الميزان. فاشتري مثلا ترى تجيبي. يلا بس والله موضوع مهم يعني. والله بفرق بفرق يعني كثير يعني. انا والله انا ابدا فيهم لما يطلعوا ميات يا ستي عبالك مقدوسات، لا تطمعي يعني احنا ستات بنطمع بالشيء اللي منيح لبيتنا صح؟ لا تطمعي ويشيل لك حبه المقدوس من الدلي من الثلاجه اللي بنعبي فيها بالوزن مع زيتاتها. الزيت بوزن على الميزان، فقولي له ما بدي مسامحتك بالزيتات انا بحط من البيت. طيب خلينا ناخذ اتصال من ايمان. الو صباح الخير. صباح النور، كيف حالك ستي؟ الله يسعدك يعطيك العافيه. يعافي عمرك، هلا بيكي. عزيزتي بدي اسال الشيف علا لو سمحتي. يلا ستي الكل يلا. امرك تفضلي. الله يعطيك العافيه شيف علا. هلا حبيبتي يعافي عمرك، اهلا وسهلا. عزيزتي انا عندي مقدوس، ومقدوس كميه الملح فيه كثيره. طلع ايش؟ شو بقدر ملح كثير المقدوس؟ مالح كثير. اها شو بقدر اتعامل معه او كيف بعمل فيه انه عشان اني بخلص امرك؟ حاضر. الله يسعدك، الله يسعدك. هلا اهلا وسهلا. بدك تروحي تفتحي المرتبان وتقلبيه على وشه ويضل يصفي 3 ايام 4 ايام اسبوع افضل، رح ينزل كل شيء موجود بداخله، بس المقدوس نفسه رح يحتفظ بالملوحه. بعدين بترجعي المقدوس بمرتبان ثاني وبترجعي بتنزليه على وشه كمان يومين ثلاثه. تمام، هيك احنا بنكون سحبنا قد ما نقدر منه. ترجعي بتحطي عليه الزيت وارمي لك بينه، انا جربت يعني بعد ما جربت بقدر اعطيك المعلومه، ارمي معاه كمشه من الحمص الحب الناشف. حمص حب ناشف؟ ايوه، بسحب الملوحه وبخليه ما يهلط، خصوصا اني انا غيرت الزيت وحطيت له زيت جديد، ممكن يستوي بسرعه وممكن يهلط وممكن يطلع صح. الطبقه البيضاء، فعشان نتدارك هذا الشيء واتاكد انه في عندي ماده ممكن تسحب السكر، حطي حمص حب زي ما هو ناشف ما تسلقيه ولا شيء، وادعي لنا مثلا تزبط الامور. اعطتكم حل.
صبا المناصير بتحكي لنا صباح الخير احمد بني ياسين، مشعل الدماني، وصباح بني سلمان حبيبة قلبي ينشر راح يسعد عمرك، ووليد النمري بصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير نجاح عودة، وصال السلاوي وميسلون البرماوي بتصبح علينا. وانا بتحكي لك دائما بجرب كل وصفاتك يا شيف، الله يسعدهم صحة وهنا. جهال الترتير يسعد عمرك، سمية شراب، وأفنان النجار، وموسى الزعبي يا صباح الورد، شكرا يا أم موسى حبيبتي، وهنا وسهام وأم ليث علا. اسمعي قولي يا أمر. كبس أم ليث كبسة المخلل اللفت، أيوة، وطلع فيه مرار، حطت معه ليمون بقشره، وأنا معقول منه يا ريت؟ نعم من الليمون طبعاً. تجاوبيني. طبعاً طبعاً الليمون بقشره بمرمر، وحكينا كتير عن هذا الموضوع وخصوصاً في عالم كبس الزيتون، يعني السبب من المرار هذا الإشي. هلأ ممكن إنها تزبط الأمور، أشري حبة بطاطا البيبي صغيرة أشريها وزي ما هي ارميها بالمرتبان، ممكن تزبط ممكن لا، حسب درجة المرار اللي موجودة. وعادة نوع الليمون بيلعب دور، يعني لما يكون ليمون أصفر مش زي يكون صح. اللايم اللي هو الأخضر صح. يعني هاي الأمور كلها بتفرق. شايفة كاتي لو حطيتي ابنك، أو في عندكم نشاط مدرسي لو حطيتي ابنك صغير يعمل هذا الإشي، رح يصير يشيل من اليمين ويحط من الشمال طبعا. ويقدر الأعداد وبعدين يرتب الألوان، فكل هاي مهارات بصرية ومهارات كمان عقلانية، بصير بمخه بيركب، فكل هاي الأشياء مهمة إن شاء الله. يعني صح هو إشي بفرفة الروح. ما أنا لسه بدي أحكي لك بفرفة الروح. حلو للكتكي. بس تعرفي الصغار بتسلوا، على خصوصا لما يكونوا أكثر من طفل موجود بالبيت بتسلوا بيلعبوا. أو ببيتها بلاش بالمدرسة كاتي. يعني بتلاقي ابنك بصير يميل لهذا الإشي، خصوصا للي عندها بنات. صح. يعني اللي بتعلمها وقفة المطبخ من صغار، أنا بتذكر كنت أول كوسة وأنا صف سادس. والله؟ والله. بالإجبار وأبكي ما يعجبني، وكان يقول والدي إنه الله يخلي والدك ووالد الجميع يا رب. الله يخليكي. كان يقول بكرة بس تكبروا بتعرفوا قيمة هذا الإشي، ونبكي وما يعجبنا ونقول إنه بظلمنا، لما كبرنا عرفنا صراحة. طب خلينا ناخذ اتصال أحلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ صباحك كاتي، شو أخبارك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ منيحة الحمد لله. أول شيء ألف سلام على قلبك. سلم عمرك حبيبتي. وعلى فكرة صوتك طالع حلو كثير. خلص لازم صوتي يبقى. خلص تمام. تحياتي للشفع علا أيضا. هاي الشفع علا، يلا علا. الله يسعدها. أهلا وسهلا. حبيبة قلبي، والله بتحبيت صبحيك ما احكي لك كاتي. ألف سلام على قلبك. الله يسعد هالصباح حبيبتي. حبيبتي. ما تشوفوا شر جميعا. اهلا وسهلا وميت مرحبا يا عمر. تمام، حطينا هون الجبنه زي ما هو متعارف. فيك تحطي لك اللي هي رشه، شوفي عشان ابنك ايش يقول لك شو هاللقمه الحلوه ويشتيها، حتى ابنها بيغلبها بالاكل. هاي الحيل من انواع الحيل اللي بنستخدمها في المطبخ لحتى هيك نرغب ابننا بالاكل صح. اللي ابنها بيغلبها كثير، يعني فكره عادي. رح نروح 180 عشان الباستا تاخذ وقتها وتمتص الصوص، وبعدين تستوي، وبعدين تحت الشواية بس تسيح شوي الجبنة. رح أورجيكم النتيجة النهائية ونشوف إنه هل هي زي ما قالت كاتي رح تفك ولا رح تضل ماسكة حالها. معاكي أنا يا أمر لما أجيب لهم النتيجة. ألو صباح الخير. النهائية. ألو ألو أم شريف، صباح الخير. أم شريف إذا سمحتي توطينا صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. راحت، يلا تمام، يلا اوكي. يلا حلوة جداً. حلوة للكتاكيت. ما رح ننسى ولا حدا، حتى البيبي عملنا له حلقة كمان. والله بجد والله يعطيك العافية علا، أنت بتعرفي والله يعني إشي مش سهل إنك تطلع كل يوم
وكل مرة وصفة مختلفة، وكل مرة بتفكر بإشي جديد وما بتشوفوها، أنتوا ما بتشوفوها وهي بتركض. يعني أنا دائماً بحكي، دائماً بشجع المرأة اللي بتشتغل على حالها وبتطور من حالها. وعلى من الأشخاص المتجددين اللي بحب دائماً تجدد أفكار جديدة، مش بس بالمطبخ، بتلاقيها وهي بتشوف الديزاين، بدها الإضاءة من هون، بتصور وبتنزل. يعني الشغل الطهي بده فن، وهي ما شاء الله عليها بالألوان، أنا كلامي عنها يعني مجروح. حبيبتي القلب، خلص طيب. أعطيك صحن البطاطا على السيارة. ما بدي أكلت خلاص. تمام، منصبح على أحمد بن ياسين، بنحكي له صباح الخير، وابتسام الكيلاني، أحمد القرعة. ومنصبح أيضا على جرحي لا ينتهي، ليش؟ من جديدة بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. أم إبراهيم بتحكي لنا صباح الخير. أم أحمد شطناوي بتصبح علينا، وإن شاء الله يا رب دعواتنا كلها مستجابة. وأم إبراهيم لدويري، أم حمزة العمايرة، أم يزن بني هانية صباح الفل، عروبة محاسنة يسلم قلبك حبيبتي، عواطف يونس، ونجاح الدقامسة، أم عائشة الزهراء من الجزائر تصبح علينا وتصبح على كل الأشقاء العرب أينما تواجدوا. ميساء مبيضين بتصبح علينا، وأيضا فردوس الغول بتحكينا صباح الخير. إيش بتعملي علا هلا؟ بس بدي أزوقهم. طيب كمان رح أوقف لكم كم سيخ عشان تشوفوا أنه ما رح يوقع معاكم. وبعدين سيفتي لو حطيتيه لابنك باللانش بوكس الصبح سيف. ما في إشي ممكن يخرب أو يحمض أو هيك. أم عماد عبيد الله من الرمثة بتصبح علينا. منى بتحكي لك عن لفت القاضي. إيه؟ مش عارفة. والمعكرونة اللي عملتيها نص القصة صح؟ هيو إيش لفت القاضي أو جوز اللفت المحشي أو ما بعرف. لفت المحشي الله يعطيكم العافية. المعكرونة المعكرونة نص سلقة وبالنسبة لللفت فيك تعمليها على اللي هي كاتي احنا عملناها قبل هيك اللي هي على طحينية، وفيك تعملي اللفت على تمر هندي أو على سماق. أكيد أم موسى حبيبتي إن شاء الله لما أروح بحط عسل مع مي فاتر إن شاء الله. منيح بريح. ابتسام الله يسلم قلبك، شكرا جزيلا. أم فهد وسهيلة هالة شكرا جزيلا. حنان وأيضا منال محمود خولة شرعان تحي يسلم هالأيادي يا علا. بتول بتصبح علينا. تيسير أحمد وأم إبراهيم وأوكي أفنان بدي أسأل الشيف. أوكي بس خلينا نجاوب هلا أفنان. ابني ما بياكل بيض، كيف بقدر أخليه ياكله؟ هلا شوفي اذا ما اكله دايركت الحل الوحيد انك تحطي له اياه مثلا بالمعجنات، يعني يعني يكون احد مكونات طبق ثاني، المهم انه يفوت معدته. هلا كيف ليش؟ كثير في افكار احنا بنحط فيها البيض، ممكن تسوي له اياه على شكل مثلا. بدي اعمل لكم حلقه كيف نعمل بالبيض والشكشوكه والاجبان، اشكال سمايل وواحد زعلان وواحد مبسوط، ونستخدم بروكلي نحط له عيون، ونستخدم جزر مبروش نحط له شعرات، لحتى نرغب اولادنا بالموضوع هذا قريبا. ماشي والله يعني في شيء في اولاد يعني بغلبوا اهليهم كثير يعني تحديدا بس بموضوع البيض انا ما بلومهم، لانه انا من الاشخاص اللي لهلا ما باكل، يعني ما بحب البيض، فيعني خلص. بس اذا كان فايت بشيء ثاني اذا مش مبين يعني ممكن تقدر تعمل له البان كيك على فكره ولا صح؟ ما بان كيك مثلا فكره كثير حلوه وبحبها. ايه فكره حلوه وبقتنع فيها الطفل، خصوصا بوجود الشوكولات، يعني مش راح يقول لك لا. صح صح. طب في معنى اتصال. ام محمد الله صباح الخير. يلي حقك علينا طولنا عليها. كيف اقنع بنات ياكلوا ملفوف؟ ما هو انتم كمان يعني انا كيف بدي اطعم البنات ملفوف؟ تعرفوا مرات اذا بتخلوهم هم يشاركوا بتحضير الطبخه يحبوها ممكن. اذا تخلي البنات يشاركوا باللف ممكن يحبوا او يقراوا عن فوائده ممكن. هلا شوفي اذا ما اكلوه يعني في كمان خضار او ورقيات كمان بتعادل نفس الفائده. وإشي ثاني عندك ورق الزهره الأرنبيط بنحكي عنه، عندك ورق للسينة أو ورق للسان، عندك في ناس بيحكوا له لسان الثور مثلاً، ورق اللي هو اللسان، في عندك اللي هي كتير شغلات أوراق ممكن إنك أنت تلفيها، يعني إحنا حتى الخبازة لفيناها مثلاً كتير طيبة على فكرة. خبازة تنلف؟ لفيناها بيوم جديد.
ايش حشيتيها؟ هذه حشوه الدوالي. اه طبيعي. اه وطلعت كثير زاكيه، وحتى انا يعني كنت هيك سمعي مع الزملاء بدي اعرف شو رايهم. شو انطباعهم. بصراحه لقت استحسان حلو، فمش غلط يعني الواحد بجرب. طيب طبعا. طب خلينا ناخذ الاتصال من ابراهيم. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يصبحك ويربحك ويعطيك حتى يعطيك يا ست كافي. اجمعين ان شاء الله يا رب. انت وجميلتك المحترمه يا ستي. يسعد قلبك. يا ستي العزيز بدنا نصبح على سيدي صاحب الجلاله ابو الحسين طول الله في عمره، والله يسعدك شبات اللي في راسه. امين امين. وانتم تلفزيون يعني ما شاء الله عنكم، انتم يعني بنضرب فيكم المثل. واجبنا سيدي. بس لنا ست علا تعطيني طريقه الكيكس الدحدح. هذا الدحدح اذا بتتكرم علينا، بتكرمش علينا لا حول ولا. انت بتؤمر وبتدلل وبتشور كمان. حياك الله بكل وقت، اهلا وسهلا يا سيدي العزيز. لو اعرف طريقك الدحدح بيكون عندك باب البيت. عموما الدحدح سويناه امبارح اول امبارح اثنين. يعني مش حتتغلب، تلاقيه موجود على اليوتيوب لمطبخ التلفزيون الاردني، او حتى على فيسبوك او على صفحه يوم جديد، وعلى صفحاتي كمان نزلته. هلا في القشره الخارجيه وفي الحشوه. الحشوه بدها سميد خشن، والقشره الخارجيه بدها سميد خشن. اهم شيء حكينا انه برا بدنا بالقشره اللي هو السكر الناعم المطحون. يعني انا هاي التركات مهمه، المقادير موجوده على السوشيال ميديا. كمان حكينا بالحشوه بدنا سكر ناعم مطحون. فان شاء الله ما راح تتغلب انك تلاقي الوصفه وتكون امورك تمام. تمام. يلا يا عمر. محي الدين الله صباح الخير. يسعد صباحكم وصباح الوطن الجميل، صباح الشعب الاردني جميعا. يسعد قلبك، هلا بيك. بس تعالوا لي الصوت بالاستوديو لاني مش عم بسمع. تفضل سيدي. كيف الصحه؟ شو اخباركم؟ الله يطول عمرك. الله يحفظك. حبينا نشكركم على هالبرنامج المميز. واجبنا سيدي. نشكر هالقامة الأردنية الحلوة اللي قدام منك، اللي قاعدة كل يوم بتطلع لنا شغلات حلوة وأمور يعني يعجز اللسان عن شكرها والله. شرواكم شرواكم. الله يسعدك. كيفك شيف علا؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك، أهلا وسهلا وميت مرحبا، صباح الورد. يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك على هالبرنامج الحلو اللي كل يوم بنتصبح فيه. الله يسعدك صباحك بالخير. يعني ما خصت هالوصفات عندك صار لها ثلاث سنين أربع، كل يوم كل يوم كيف تجيبي وصفات جديدة؟ بس سر المهنة. سر المهنة. نتمنى لك دائما التوفيق. الله يسعدك يا رب ويقدرنا وما نقصر إن شاء الله. الله يسعدك. يعني هو هذا المكان اللي احنا كلياتنا فيه، سواء الزملاء خلف الشاشات او اللي احنا بنوقف قدامكم، هو تكليف قبل ما يكون تكريم. فان شاء الله انه احنا نكون قد هالحمل ونقدم شيء يقيم بلياقه كل حد عم يشوفنا وعم يسمعنا. انا جاهزه للفاصل. يلا. وبعد الفاصل رح اوقف لكم كم سيخ هيك مع البطاطا عشان تتشجعوا تعملوهم لعيالكم. يلا يا عمر.